وأكيد صباحنا نكمل معكم، وأولى فقراتنا رح تكون خاصة بالأطفال يلي بيعانوا من الاضطرابات السلوكية. اليوم رح نتعرف على تقنيات تعديل السلوك، ورح نعرف كمان شو الفرق بين تعديل السلوك وتحليل السلوك التطبيقي المعروف بالـ ABC. كتير خطوات وكتير استفسارات اليوم لازم نطبقها على أطفالنا لحتى نشوف شو هي الاضطرابات يلي عم يعانوا منها. كل هاي التفاصيل رح يجاوبنا عليهم الأستاذ عقاب نصر الحلبي، وهو اختصاصي بالتربية الخاصة. صباح الخير أستاذ. يسعد صباحك. أهلا وسهلا. يسعد صباحك. صباح أهلا وسهلا فيك. مثل ما بنعرف دائما بنقول الأطفال هنون أمانة، ودائما في معاناة من الأهل، خصوصا يعني إذا كان الطفل عنده مشكلة معينة. لكن كمان تعديل السلوك مثل ما كنا عم نحكي دكتور تحت الهواء، لكل الأطفال هنون بحاجة لتعديل سلوك ودائما متابعة. بالبداية خلينا نتعرف على شو هو تعديل السلوك. تعديل السلوك هو تقنية يستخدم مع أي طفل يحتاج إلى سلوك غير صحيح. يعني أي سلوك نحن اليوم ننظر له نظرة سلبية، أي سلوك لازم نتصرفه هو سلوك إيجابي. أي سلوك يخرج عن إطار الإيجابية فهو سلوك سلبي، يحتاج إلى تعديل، يحتاج إلى تصحيح، إلى تأطير. فأي ردة فعل هي عبارة عن ردة فعل. السلوكيات شو هي؟ عندي سلوكيات ظاهرة نحن نتصرف، في سلوكيات غير ظاهرة، يعني مثل سلوك التفكير. التفكير هو سلوك، حل المشكلات الداخلية، الذاكرة، التذكر، هي سلوكيات غير ظاهرة بالنسبة للطفل. أما سلوكيات ظاهرة ممكن تكون مثلا الحركات، فرط النشاط، مثلا العدوانية، ضرب الأصدقاء أو الأقران إلى ما هنالك. أي سلوك ظاهر يخرج عن إطار، يعني عن إطار النمطي المعتاد، فهو سلوك يسمى، يحتاج إلى سلوك سلبي، يحتاج إلى تعديل ضمن خلينا نسميها خطة علاجية صحيحة وبعد ملاحظة وتدقيق. طيب أستاذ عقاب، اليوم عم نحكي عن اضطرابات سلوكية هي موجودة عند الأطفال جميعا بدون ما نحدد فئة محددة، ولكن اليوم بنشوف في فئة محددة من هدول الأطفال عندهم سلوك بحاجة ماسة للتعديل، وبحاجة لانتباه الأهل، وبحاجة لأخصائي تربية يكون موجود بتعديل هذا السلوك. خلينا نحكي عن المهام المطلوبة لتعديل السلوك اليوم وكيف ممكن تتم. بالعادة نحن بنقول إنه سلوك يحتاج إلى فئة معينة دائما. أغلب يعني الشيء الشائع هو إنه تعديل السلوك مقترن باضطراب ADHD، اضطراب فرط الحركة وشتات الانتباه، لأنه هو الاضطراب الأكثر شيوعا. بينما تعديل السلوك ممكن ينشغل على أي طفل ظهر عليه أي سلوك. في عنا كثير اضطرابات اسمها اضطرابات سلوكية، يعني طفل طبيعي لكن يعاني من اضطراب سلوكي، أو متلازمات أو إعاقات أو اضطرابات نمائية إلى ما هنالك. فأي طفل يحتاج إلى تعديل، يعني يخرج عن الإطار العاد المعتاد، فهو يحتاج إلى تعديل سلوك. لكن هون في عنا ننوه لنقطة، كيف أنا بدي لاحظ؟ في عندي شيء اسمه الملاحظة بالبداية، هي ملاحظة هذا السلوك، مدة هذا السلوك، مدة تكرار هذا السلوك، والمدة الزمنية والفارق الزمني بين السلوك وعدة تكراره، يعني كم مرة هو بيتكرر خلال اليوم، كم مرة ظهر هذا السلوك، هل هو عم يظهر بأوقات محددة أو في سبب رئيسي لحتى يظهر. والأهم من ذلك نحن دائما بنقول في سبب أساسي لظهور أي سلوك عند الطفل. أما يكون قلة وعي عند الطفل، أو مثلا بنسميه نحن يكون يعاني من اضطراب عقلي أو اضطراب نمائي غير محدد، فهو بالتالي بيظهر عنه سلوكيات منا صح. أو بيكون في عنا سلوك نتيجة شيء محدد، يعني في سلوكيات بتيجي فترة محددة وبتروح، فترة معينة عند الطفل وبتروح، هاي بنسميها السلوكيات استجابية أو سلوكيات الطفل ممكن يعني يظهرها، في بنسميها إرادية أو غير إرادية. مثلا رفة العين هي غير إرادية، هذا سلوك. لكن أما لما بدي أقوم أنا أخذ مثلا الساندويش من رفيقي رغما عنه، هذا سلوك مقصود. تمام. فهون النقطة نحن اللي بتجينا لما بتجينا الاستشارة بتقول الأم ابني فرط نشاط أو ابني عنده سلوكيات، طب شو هو السلوك؟ ففي عندي سبب، السبب هو اللي خلى يطلع عندي نتيجة. شو هي النتيجة؟ هو هذا السلوك. النتيجة هي دائما بتكون لما عرفنا السبب الرئيسي للسلوك وقدرنا نعالج السبب، فنحن قدرنا نعالج النتيجة يلي هو السلوك، وبنحتاج هون وقتها لتعديل. فبالتالي لما بتكون مدة الملاحظة مثلا، ما فيني أنا أقول سلوك هو ممكن بشهر أو بيوم أو بشيء، نحن نحتاج إلى شيء اسمه عادة سلوكية، تعويد سلوكي للطفل. ودائما منقرب الصورة للأم أنه أنت كيف تحبي تشوفي ابنك، كيف تحبي تشوفي ابنك بأفضل مظهر، بأفضل
سلوك اجتماعي دراسي تواصلي، فنحن هاي المقصود فيها بتعديل السلوك. كيف انت بتقدري تربي ابنك ضمن اطر صحيحه؟ يعني مثل ما تعودنا نحن هي هيك نفس الشيء، يعني هي ما ممكن تخلق وراثيا او جينيا هي السلوك. تمام. استاذ انت حكيت انه في سبب لكل سلوك. اكيد اذا كان السبب، هلا انا بدي اعرف هون في بعض، مثلا اذا بدنا نحكي عن اضطراب طيف التوحد، من سماته الاساسيه بعض السلوكيات اللي هي بتظهر معه. فهون انا في سبب معروف، هو السبب الرئيسي هو اضطراب طيف التوحد، فنحن بنبلش نعالج هاي المشكله السلوكيه وبنحولها كاضطراب طيف التوحد. هو تحليل السلوك التطبيقي الاي بي اي، بنقول نحن بهي نستخدم هذه الاستراتيجيه، هي استراتيجيه ضمن مهام تعديل السلوك. فتعديل السلوك عندنا استراتيجيات كثيره جدا، يعني هي كلمه ما بتوقف بس على الاطفال، لانه هي النقطه. في تعديل السلوك للمراهقين، للكبار، يعني للراشدين الى ما هنالك، وممكن نحن بس نكبر شوي بصير اسمها يعني لايف كوتش، يعني نحكي اشخاص كبار. اليوم يعني احيانا بتجينا استشارات لاقلاع عن التدخين يحتاج الى تعديل سلوك، هون صار بدهم لايف كوتش. هي النقطه اللي بنقولها كتعديل سلوك مع الاطفال، اكثر يعني يقترب من عمر الثلاث سنوات خلينا نقول لل 18 سنه او لل 15 سنه. وبعض السلوكيات تظهر فترات محدده لا تستمر مع الطفل، يعني في مثلا اضطراب فرط النشاط، في احيان بعض الاطفال بنقول للماما خففي سكريات للطفل، خففي بعض المواد الحافظه، ممكن يحدث استجابه افضل عند الطفل. فبالتالي بالفعل مع تعديل السلوك، مع زياده مده التركيز، مع زياده نسبه الوعي، فالطفل بصير يدرك انه هذا السلوك غير صحيح. لهيك نحن قلنا انه في نسبه الوعي عند الطفل اذا كان هو طفل ضمن درجات الذكاء الطبيعيه او اقل من ذلك. اليوم انا كنت بدي اسالك انه لاي عمر ممكن نقابل تعديل السلوك، بالإضافة لأنه من أي عمر اليوم نحن منبلش أنه هذا الطفل لازم نحن نبلش نوجهه صار يفهم، صار يستوعب أنه نحن فعلا قابل لتعديل سلوكه؟ وحضرتك عم تذكر أنه كل الأعمار بدها تعديل سلوك، معناتها ما في عمر معين. أكيد هي يعني نحن بنقول هي استراتيجية أو مهارة بيكتسبها الطفل من خلال، يعني هي مهارة أول شيء بتكون غير واعية عند الطفل، يعني لا ما دخلت للوعي عنده. فلما بصير الطفل يتعود بعمر الاشهر تقريبا ببلش هذا الشيء، اي سلوكيات خلينا نقول ثلاث سنوات فما فوق، بس في سلوكيات بتظهر يعني امتى نحن بنتدخل، بنقول للام لا لازم نتدخل. احيانا الام يعني من فتره بصراحه ببساطه بسيطه، من فتره بسيطه اجتنا استشاره انه بنتي عمرها 8 شهور فرط نشاط، انه انت ماما كيف قررتي انه 8 شهور هي لا حركت لا مشيت، لسه كلام ما عندها، مهارات تطور نمائيه ما عندها، فما فينا نحن نجزم بانه من عمر السنه او اكثر، ممكن خلينا نقول سنتين فاكثر عندما يتكون التطور، يكتمل التطور الحركي عند الطفل، يتكون الجهاز النطقي والجهاز الكلامي، نسبه الوعي ومهارات التفكير عند الطفل صارت اعلى. فنحن هون بنقول هل هو تصرف مقصود او هو تصرف عبثي نشا مع الطفوله، هي بدنا ناكد عليها. تمام. طيب استاذ عقاب، اليوم بنشوف اشخاص بالغين عندهم اضطرابات ممكن هي موجودة حصرا عند الأطفال، مثل ما ذكرت أنه الـ ADHD هو موجود، هلا كتير عم نشوفه عند ناس كبار وعم يحكوا عن هذا الاضطراب. طب هاي الاضطرابات يمكن كان جوابك شوي أخذنا لشق تاني من شوي، هي ممكن تكون وراثية أو جينية أو مكتسبة مع مرور الزمن، وكيف ممكن الواحد يصاب بهي النوع من الاضطرابات؟ حتما في اضطرابات اذا كانت سلوكيه، مثل الاي دي اتش دي هو ليس فقط اضطراب حركي، هو اضطراب حركي مع نمائي سوء، يعني هو اضطرابين بان واحد. اذا كان فقط اي دي اتش دي، يعني احيانا بيكون عندنا احنا ايضا اضطراب عقلي، ايضا اضطراب نطقي، ايضا يعني مترافقه هيك باكج كلها سوا بتجي. فنحن هي النقطه اللي بدنا ننوه عليها، في بعض السلوكيات تظهر باسباب بيئيه او اسباب اقتصاديه او اسباب غذائيه، ونحن هون دورنا بقى كيف نكتشف السبب الاساسي. في بعض الحالات اليوم يعني مع تطور العلم عم بيقولوا انه اليوم الاي دي اتش دي هو يستمر مع الكبر، يعني حتى بعد البلوغ خلينا نقول، فيحتاج الى لايف كوتش. يعني هو بيكون موجود من الطفوله وبيستمر ولا بيخلق فجاه مع الشخص الكبير؟ حتى الاي دي اتش دي اليوم لا توجد دراسه واضحه ويعني تنفي انه هو خلقي او غير خلقي مشان النواه، بس نحن بنقول في مسببات اجتماعيه يعني او خلينا نقول بيئيه مشان تكون هيك اوضح. تمام. في اسباب بالفعل بتكون يعني خلقيه، الطفل ممكن يكون طالع للاب او للام او او او. وبعض الحالات بنلتقي فيها اليوم بمراحل جامعيه انه انا وصغير كنت اي دي اتش دي، في تشخيص واضح لإلهم، او كان اضطراب معين او اضطرابات سلوكيه، احيانا بنقول اضطراب سلوكي غير محدد، يعني لليوم هو غير محدد، بس نحن ايمتى بنجزم؟ بناء على الشده والمده، يعني هي شده السلوك قديش؟ هل هو تجاوز الحد الطبيعي او يعني ضمن درجه خفيفه متوسطه او شديده، او ضمن مده تكرار هذا السلوك نفسه لحتى نقيس، في عندي شيء اسمه قياس تربوي لهي الحاله بناء على اختبارات معينه. بناء عليه انا بقدر اعمل ملاحظه للطفل، نخضع لخطه علاجيه لا تكفي فقط بالجلسه التعديل
تعديل السلوك هو طاولة وكرسي، نحن بنقول هو أسلوب حياة. تعديل السلوك للطفل هو تعديل أسلوب حياة، والماما والبابا الأسرة لازم يتكافؤوا لحتى نوصل لمرحلة اسمها تعديل، وبالتالي أي عادة نحن بنكتسبها هي تصبح معنا أسلوب دائما مستمر فيه. طب اليوم تعديل السلوك، هل حالات تعديل السلوك أو نسب الشفاء خلينا نقول أو الاستجابة بتنطبق على كل الفئات؟ بالإضافة اليوم دائما بنقول الواحد بس يكبر، أنه اليوم مثل ما بتعودي الطفل بيتعود، بس يكبر صار عنده سلوك غلط أنت عودتي على هذا الشيء، ما بقى في شيء اسمه تعديل سلوك. خلينا نوضح أكثر عن هي النقطة، لأنه عم تذكر حضرتك أنه في أعمار معينة ممكن يظهر عندها سلوك ما كان موجود. صحيح. خلينا نحكي على مرحلة المراهقة، هي مرحلة متذبذبة، يعني هي شخص غير يعني غير مستقر لا نفسيا، غير مستقر مثلا خلينا نقول بيئيا، هو عنده مشاعر متخربطة، عنده حتى سلوكيات، خلينا نقول هو مرحلة بلوغ، فنحن بلشنا الهرمونات عندنا أكيد كمان متخربطة، فبالتالي ما فينا نجزم على حالة معينة بمرحلة المراهقة أنه هو يعاني من كذا. أما إذا استمرت لبعد فترة معينة هو صار مثلا فوق 18، فهو صار أكثر استقرارا أكثر وعيا، فبيبلش الشخص هون يعني بنقول نحن معالج ذاتي، هو بيلاحظ أي سلوك غير صحيح بيبلش يعالجه، بيبلش ينتبه له. مثل مثلا خلينا نقول على بعض الأمهات تقول أنا والله ضليت أضربه لحتى مثلا بطل هالعادة، بطل هالعادة. هذا يعني إذا هل العقاب هو استراتيجية أو الثواب أو البدائل؟ دائما في عنا بدائل عقاب تربوية، فينا نحن بدل ما نجزم بأنه الطفل يعاني من كذا ونستبق الأمور ونعطيه هذه السمة. يعني اليوم نحن موضوع التقييم والتشخيص كثير دقيقين فيه، لازم نكون ما فينا نقول أن الطفل يعاني من الاضطراب الفلاني ويحتاج إلى كذا كذا كذا، يحتاج إلى تعاون أسرة ومركز متخصص ليعالج هي المشكلة لحتى توصل هي العادة السلوكية إلى عادة إيجابية بتمشي معه عادة اجتماعية. تمام. طيب بالختام قبل ما نختم، خلينا هيك نسلط الضوء أكثر على هي الاضطرابات السلوكية الموجودة اليوم. في كتير يعني كتير حالات عم نشوفها وهي ما تسمى تحت مسمى الاضطراب، ممكن يكون لايف ستايل عادي شخص عايش فيه، وهي أكبرها هي المزاجية. خلينا نقول بيقول لك أنا مزاجي، بس هو ممكن يكون عم يعاني من اضطرابات. حتى عند الأطفال منشوف أغلبهم في عندهم انعزال، في عندهم صمت، في عندهم بطء بردات الفعل أو حالة نفسية معينة هي إنه خلاص عادي ممكن تكون عند الطفل. خلينا نحكي اليوم عن بعض هاي الاضطرابات اللي ممكن تكون مبهمة وتستمر وعواقبها بالأخير تكون يعني توصل لمرحلة كتير خطيرة. تشكر سؤالك. بعض الأخطاء الشائعة عن ADHD أو بعض الدراسات اللي اليوم أطفال اللي هن تحت مسمى أحداث أو ما يسمى بالأحداث أو مرتكبي جرائم بأعمار صغيرة، بعض الدراسات تقول بأنه هن غالبيتهم كانوا ADHD، بعض الدراسات مشان ما نجزم. فبعض الأطفال أو بعض الحالات بتقول هو عنيد، ابني عنيد. تمام. ما في شيء اسمه ابني عنيد، نحن اليوم خلقنا على شيء، الأم والأب استمروا على أسلوب تربوي معين، فالطفل نشأ تربية غير صحيحة، ونحن بنعرف تكوين شخصية الطفل تبدأ يعني بالمرحلة الأولى هي الأم والأب، يعني صحيح. حصراً الإخوة، وشوي شوي بتتوسع الرقعة أكثر لتشمل ممكن مدرسة، روضة، الأسرة المحيطة، المجتمع، وبنبلش نحن أنت بنبلش نكسب عادات خلينا نقول خارج الأسرة. اليوم يمكن بوجود الإعلام وبوجود يعني السوشيال ميديا صارت تخترق عادات سلوكية. مثلاً في اضطراب شائع هو اليوم الطفل يتكلم بالفصحى، من وين إجا؟ هذا اضطراب سلوكي رح نعتبره نحن، لأنه هو نعتبره تقليد. إيجابي؟ لا ما إنه إيجابي أبداً، لا بدنا ننتبه. بعض الحالات يتغيب الخيال عندهم وننتقل إلى الحديث بالفصحى بشكل كامل، فنحن بيصير أي شيء بدنا نحكي نتقمص شخصية. تخيلي قديش تكون مؤثرة، بتلاقي الطفل عم بيقلد شخصية كرتونية. تمام. بنفس النبرة واللكنة والتصرفات والحركات، حتى يعني نحن بنراقب أحيان يعني إيماءات العيون بطريقة بيتقمصها بطريقة. طب فنحن لما بنخرج عن هذا الإطار، ليش لقلك هو سلوك ليس إيجابي؟ لما بنخرج من هذا الإطار بنجي للطفل بنحطه ببيئة خصبة، بروضة، بتعليم، بحالات سلوكية إلى ما هنالك، فالطفل ببلش يعني خلينا نقول يوقف استجابته نوعا ما. ليش؟ لأن أنا داخل مربع معين، داخل صندوق محدد ما خرجت منه، فتفكيري محصور بشيء محدد، وقفت مهارات التعلم، وقفت مهارات الاكتساب عند الطفل. طب هيك بدنا نصائح أخيرة من حضرتك للأهالي، وأيضا يمكن اليوم
في كثير ناس بتجهل هاي القصص، بيقولوا لك انه سلوكيات ممكن تمرق، وذكرت حضرتك انه العقاب ممكن ياثر لبعدين، ممكن يعطي نتائج سلبيه اكثر. دائما بقول العقاب يعطينا نتائج سريعه وتخفي السلوك، لكن لسنا مسؤولين عن ممكن يظهر سلوكيات اخرى اذا اختفى السلوك اكيد الأساسي. نحن نكبت هذا السلوك بمرحله محدده، لكن لم يعالج. أنا ممكن اليوم صرخت على الطفل، أنبت الطفل، ضربت الطفل، لكن أنا ما قدرت أعالج السلوك الأساسي. دائما اليوم في عندي شيء بالعلاج هو اسمه قصص رمزية، في عندي أسلوب كلامي تخاطبي للطفل لحتى دائما الأم والأب يحكموا النتيجة اللي بدنا نوصلها بالأخير. وبنقول دائما ما من يضبط الإطار يحكم النتيجة، من خلال أسلوب الكلام، من خلال النبرات، الإيماءات، لغة الجسد، التواصل مع الطفل، الحديث معه. والنقطة الأهم بنقول للماما بس يرجع ابنك اسألي اليوم شو أخذ بالروضة بالمدرسة، شو السلوكيات اللي تعرض لها، شو عمل، شو معززات اللي بيحبها. كثير أمهات تقول أنا ما بعرف شو بيختار، أو بنقول نحن طفلنا بناخده بنشتري له مثلا هاي الأشياء من السوق جاهزة. في رأي للطفل، في لحتى يحس بشخصيته، هاي أول نقطة، وبالإضافة لأنه الطفل يكون قادر على تكوين شخصية قوية ويميز بين السلب والإيجاب. يعني ذكرت نقطة اليوم للأسف بنفتقدها اليوم أستاذة عقاب، هي في ثقافة الحوار مع هذا الطفل. يمكن مشاغل الحياة، مشاغل الأهل تمنع أنهم يخصصوا وقت لهذا الطفل. بما أنك ذكرت موضوع العلاج، ممكن اليوم الشفاء من هاي الاضطرابات بشكل كامل، وممكن كمان يتدخل العلاج الدوائي كمان فترة العلاج إذا كان السبب يحتاج إلى تدخل دوائي، حتما الطبيب المختص يقرر هذا الكلام. أما نحن بمجال عملنا فقط هو علاج سلوكي معرفي مبني على استراتيجيات محددة، على خطة علاجية وأسلوب حياة بيمشي عليه الطفل، إضافة لأسلوب العادات. وفي نقطة مهمة جدا جدا هو التعزيز. أسلوب التعزيز ما يكون الأسلوب التعزيز مادي دائما، في عندي معنوي، في نشاطي، في إجرائي، في يعني خلينا نقول تعزيز ثواب جيد للطفل، يحسسه بقيمته، يحسسه بقيمة الإنجاز، ويكون مدروس. حتى كمية التعزيز ما نوصل لمرحلة إلى حد الإشباع عند الطفل، حتى نحن بنقول كمية التعزيز تكون مدروسة. يعني التعزيز المادي هو الشيء خاطئ، لأنه أغلب الأهالي بصراحة معظمنا أنه دائما نستخدم هذا الأسلوب التعزيز المادي. وهلأ صرنا بعالم الموبايلات، أنه بتخلص أو بتعمل هاي الشغلة بتاخذ الجوال أو بتتسلى على النت. يعني اليوم هدول قديش له نتائج سلبية في حال كان مفرط فيه. أكيد الإفراط بأي شيء، يعني كل شيء بيزيد بالمعنى بينقص. أي سلوك اليوم الأهل بيتبعوه الطفل رح يتوصل لمرحلة، كثير أهالي بيعتمدوا مبدأ أنه الطفل يشتري. خليني أقول أنا إذا اليوم خصصت مبلغ معين، أنا بكرة ما بيكفيني، شوي شوي بدي بلش زيده، فبوصل إلى حد الإشباع من التعزيز، فأنا أبحث عن معززات تانية، أو بدي أضطر السلوك اللي عالجت ليها أرجع نفذه حتى أحصل على اللي بدي إياه. طبعاً أكيد هو خاطئ، بيكون تعزيز بمراحل معينة. طبعاً بالختام بدنا نتشكرك أستاذ عقاب ولكل هاي النصائح المهمة اللي ممكن بعض الأهل يكونوا بيجهلوا، ولكن في بعض الاضطرابات عند الأطفال بتكون موجودة ولكن بشكل مبهم لازم الانتباه عليها. شكراً لك أستاذ عقاب. شكراً لك، بقية نهار حلو لك. شكراً.